راديو نيل. اللي حصل يا جماعة انه الاتنين في ما بينهم خناقة قوية قايمة. ايه اللي حصل؟ انه مارك اعلن انه ميتافيرس اللي هي الشركة بتاعت ميتا اللي هي ماسكة الفيسبوك وانستجرام وواتساب والحاجات كلها اللي تبع مارك، قالوا ان هم هيعملوا منصة جديدة اسمها ثريد. المنصة دي هتبقى منافسة لتويتر. فإيلون ماسك اتضايق جدا وطلع عمل تويتة قال فيها انه عنده استعداد يضرب مارك، فيدخل معاه مصارعة ويضربه. فمارك عمل ستوري على انستجرام وقال له امتى وفين، يعني حدد مكان وزمان، يلا احنا داخلين انا موافق للخناقة. تمام. فرد عليه إيلون ماسك على تويتر وقال له انه يبقى في UFC في الاكتاجون في فيجاس، ودي مكان وده مكان معروف جدا بالمصارعة ومكان مهم قوي يعني. فلغاية كده الناس كلها كانت فاهمة ان ده اكيد هزار، يعني ده كله اكيد الاتنين بيهزروا مع بعض. طلع بعد كده المتحدث الرسمي الميتا وقال انه لا، هو مش هزار، وان مارك عنده استعداد فعلا انه يعمل المشكلة دي وان هو يصارع إيلون ماسك، لانه مارك بيلعب حاجة اسمها جوجوتسو او حاجة كده شبه الكاراتيه، يعني لعبة قوة. وقالوا كمان لقحوا كده بالطريقة على إيلون ماسك وقالوا ان هو مارك اصغر منه ب 15 سنة تقريبا، وان هو رياضي، انما إيلون ماسك كبير ومش رياضي وبتاعه كده. فتضايق جدا إيلون ماسك، راح ردد عليهم وراح قال لهم ان هو كان بيدخل خناقات شوارع في بلده الام اللي كانت في جنوب افريقيا وكان بيكسر الدنيا. ساعتها مارك ماسكتش. فضلنا بقى ايه في القصة دي كتير، لسه مستمرين فيها لغاية دلوقتي. الفكرة بقى انه دان وايت اللي هو مدير UFC اللي هي المكان اللي هم قالوا هيعملوا المصارعة فيه، طلع وقال ان هو عنده استعداد جدا للموضوع ده وبيحاول بكل الطرق يا جماعة ان العركة دي تقوم عنده. ليه؟ لانه طبعا دي حاجة هتكسبه مكاسب خيالية اكيد. فالغريب انه اللي حاصل انه ده حدث عجيب جدا. لو حصل الحدث ده والاتنين اتخانقوا مع بعض، ده اكتر حدث كوميدي ممكن يكون حصل في خلال 10-15 سنة اللي فاتت، ان انت تشوف اتنين من اهم رجال الاعمال، المليارديرات، رجال التكنولوجيا، ناس مفروض عقلها بيطور المستقبل، واقفين هما الاتنين بيتخانقوا مع بعض علشان الولا حاجة. فيعني ده اللي حاصل ما بينهم هما الاتنين.